سلام على آل ياسين. أبو مصطفى من بغداد. السلام عليكم أستاذ وعليكم أحمد، السلام والرحمة أبو مصطفى، تفضلوا. الله يخليك ويخلي فضيلة الشيخ. تسلم. مسبقا نحن نعلم أن موسى عليه السلام هو نبي وهو رسول وهو من أولي العزم نعم. 5، ثم أنه هو معصوم حسب الفقه الشيعي. نعم. لكن في سورة القصص نقرأ أنه وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى وقضى عليه. زين، قال هذا من عمل الشيطان. كيف يمس الشيطان نبي معصوم؟ قال إنه عدو مضل مبين. الشيء الثاني، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له الله. هل يغفر الله لقاتل؟ نعم، شكرا لك أبو مصطفى. نحن نعلم يا أبو مصطفى، يا أبا مصطفى العزيز، أن موسى عليه السلام رسول ونبي ومن أولي العزم ومعصوم. نعم. فوكزه موسى فقضى عليه، قتل قتيل. الكلام قتله بحق أو بغير حق. نعم. وهذا من عمل الشيطان، لي يعني عمل موسى من عمل الشيطان لا أو عمل الرجل الآخر. شوف، من هو، هل ثمة مقارنة بين خالق ومخلوق؟ مهما على شأنه يبقى الخالق خالقا والمخلوق مخلوق. مخلوقا. نسوا الله فنسيهم، شو بتفسر لي؟ الله ينسى؟ حاشا. نسي في اللغة ذهل فكره وعقله عن شيء ما. نسب الله النسيان إلى نفسه. هل يحمل القرآن نزل بلسان العرب، هل يحمل الكلام على ظاهره فيصبح الله نساء والعياذ بالله؟ حاشا لله. فلا بد من التأويل. كل ما ورد عن موسى وعن غير موسى من آيات توهم أن الأنبياء ليسوا معصومين أسمة كاملة في التشريع وفي غير التشريع، ما بهداه مقتدي. إن لم يكونوا معصومين فيرتكبون خطأ أو سهوا أو نسيانا أو معصية والعياذ بالله. صارت المشكلة باختيار الله إذن. لا، صار إغراء من الله لنا بالقبيح لما بيقول بهداه مقتدي. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صار التأسي بالأنبياء، ما منعود نفرق بين ما هو حق منهم وما هو باطل، وبالتالي تمتزج علينا الأمور فتضيع أنصبة الحق، وبالتالي يكون الله قد أمرنا بالمعسور. ما الذي حدث؟ رجل من شيعة موسى مع رجل من شيعة فرعون. نعم. اقتتلا، فبغى الفرعوني على الذي من شيعة، كان موسى ومن معه في موقف الدفاع. فوكزه موسى فقضى عليه. أما أن عملي هذا من هشات، لا، تاني يوم أراد موسى صلوات الله وسلامه، لم يعد الموقف موقف دفاعي بحت، أراد أن لا يوسع المشكلة حرصا على بني إسرائيل أن لا يبادوا، فقال إن هذه الظاهرة إذا انتشرت هي من عمل الشيطان، لأنها توجب حربا أهلية أنتم الخاسرون فيها. تمام. فلا بد من أن يتم الله أمره وينقذكم جميعا من خلال أن أغيب عنكم فترة وأعود فأقطع بكم البحر. وهذا ما حدث. نعم. هذا يعلمه موسى. كل الآيات
من عبس وتولى إلى عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى لا بد من أن تؤول. وتصدى حقيقة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم من زمن أمير المؤمنين، ما جاءني أحد يدعي أن داود عليه السلام زنى بامرأة أوريا إلا أقمت عليه حدين، حد القذف وحد الاشتراء على النبوة. انتبه إلى حد هاي. فالموضوع هالشكل يجب أن ننظر إليه يا مولانا. أما أن يقول موسى أو غير موسى ظلمت نفسي فاغفر لي، أكيد دائما النبي متهم لنفسه. بعض الأنبياء يبكي من خشية الله، نزل إليه جبرائيل مطمئنا قال قد غفر الله لك كل شيء، خلص أنت. بقي يبكي ويتذلل. قال له جبريل علام تبكي؟ قال ألست أنا العبد وهو الرب؟ إذا بدا له أن يعذبني مو أنا العبد وهو الرب، فليبدو له أنا مستسلم لمشيئته، ولذلك أدعوه باكيا. هذا مقياس الأنبياء. ظلمت نفسي، مقصر في عبادتي، فاغفر لي، انهض بي. هذا منطق الأنبياء، مو منطق واحد. ثم بدي أقول إذا كان ظلمت نفسي بالمعنى الحرفي للكلمة، الله يغفر لموسى، ليش ما بيغفر لي إلي؟ مو أنا ظالم لنفسي؟ لا يا مولانا، شوف اقرأ بدقة. لما قال الله عصى آدم ربه فغوى، شو قال بعدها؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه. لو كانت المعصية توجب العقاب لقال ثم تاب عليه فاجتباه، بالعكس مش بكرمه بالاجتباء ثم يتوب عليه. واحد عاصي يكرم بالاجتباء؟ الضابطة أن لا نحمل اللفظ على ظاهره للقرآن واجه وسبعين باطل. نسوا الله فنسيهم، أي ولا مش أي؟ لا. ماذا تقول في نسيان الله؟ ما تقوله هناك يجب أن تقوله في من نصبه الله على من. طيب. معنا علي. وإن كان أبو مصطفى يمكن حبيبي التوسع في هذا كثيرا، لكن ضيق الوقت.